نقرب من المشهد بشكل أكبر. خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي والمرافق لبعثة الفريق في غينيا الاستوائية. يا شريف مساء الفل عليك، طمنا الأخبار عندك إيه؟ شكرا لك يا زميل محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي. زميلك أمير مش محمد الآن يمكن في ملعب المؤهل تقام عليه مباراة الأهلي، بيجري اول تمرين عليه النهارده باذن الله، يكون في تمرين او الاعلان التمرين فاتت بالفعل، والنهارده بكره باذن الله يمكن الكابتن الرحيم والشفاره بتاعه القصه الاداريه هنا في النادي الاهلي تواصلوا مع الاتحاد الامريكي وطبعا شركه مارين العرب اللي بتقوم بمجهود جبار جدا، وقدروا يخلوا ياخدوا موافقه ان الاهلي يتمرن النهارده وبكره على ملعب مباراه. وفعلا احنا موجودين الان في ملعب مباراه، ملعب يمكن يعني شوف الشكل الجمالي، الجبال حواليه حاجه جنه الله على الارض يعني زي ما بيقولوا، حاجه ما شاء الله. الاستاد الارضيه مستويه، ولكن نوع النجيله غريب شويه، يمكن نوع النجيله يعني مش نجيله، هي نجيله طبيعيه بس يعني غريبه يمكن. يعني ايه يا شريف غريبه يعني؟ مش نجيله اللي احنا بنشوفها العاديه، يعني انا شفت النجيله دي قبل كده من سنه في الملعب الزرقاء في مصر. نجيله تخينه شويه، يعني هي متساويه والارض متساويه وكل حاجه، ما فيهاش نقر، ما فيهاش حفرات، لكن نوع نجيله غريب يعني. يعني هل في شكوى يا شريف من الجهاز الفني او اللاعبين بخصوص ارضيه الملعب؟ لسه هم لسه نازلين النهارده، لسه اول تمرين بداوا يعملوا الاحماء وبداوا يلفوا حوالين الملعب، فلسه هيبان بقى بعد التمرين بقى اذا كان في شكوى ولا لا. بس طبعا لعيبه النادي الاهلي متعودين على هذه الاجواء، ولكن الملعب بيبان من بره شكله عالمي، هو فعلا شكله عالمي، ولكن النجيله نوعها مختلف خالص عن النجيله الطبيعيه اللي موجوده في اي بلد، نجيله غريبه خالص، ولكن الملعب مقبول الى حد ما. طبعا المناظر الطبيعيه حوالين الملعب حاجه روعه الروعه يعني. بدات الجماهير تحضر وتشوف تمرين النادي الاهلي، يمكن شاف حوالي 500 متفرج من غينيا، عدد كبير طبعا بيشجعوا النادي الاهلي. النادي الاهلي شعبته كبيره هنا في غينيا، فمش حاجه مش جديده على النادي الاهلي في الوطن العربي والافريقي كله يعني. يمكن الاهلي شهرته معديه العالم العربي كله والافريقي طبعا يعني. خليني اقول لك النهارده يوم الاهلي كان الساعه 8 الصبح او 8:30 بالتحديد كان الفطار، والساعه 1 الظهر كان الغداء، الساعه 4 كان في محاضره يمكن مستر بايلر وباقي الجهاز قعدوا مع اللاعبين في محاضره حوالي نصف ساعه علشان خاطر يتكلموا عن مباراه يوم السبت، التركيز فقط في مباراه يوم السبت، ما حدش يتكلم خالص غير في مباراه يوم السبت. يمكن بعد هذه المحاضره توجهنا يمكن الى ملعب المباراه، يمكن الملعب حوالي من الفندق الى الملعب حوالي 10 دقائق او 11 دقيقه بالتحديد. الشوارع فاضيه خالص، ما فيش زحمه مرور خالص، الجو هنا بقى رطوبه عاليه جدا بالنهار، بيبقى فيه امطار وفي نفس الوقت الجو حر، ولكن على الساعه 5 لكن في ميعاد المباراه 5 توقيت غينيا 6 توقيت القاهره، يبقى الجو كويس جدا. يمكن احنا دلوقتي طب ده شيء كويس، ونصف توقيتنا 6:30 عندكم، لا الجو هنا كويس، الجو كويس جدا، فباذن الله تكون الاجواء تساعد لعيبه النادي الاهلي. عرض قديم، عرض قوي وعرض مشرف، اللي مفيش امطار دلوقتي، لكن امطار كانت بالنهار، يمكن الامطار تيجي على الساعه 3 كده وتختفي، فباذن الله الاجواء كلها باذن الله تساعد لعيبه النادي الاهلي باذن الله على الفوز يوم السبت باذن الله. لو عندك اي استفسار انا معاك. ال 25 لاعب جاهز يا شريف بما فيهم محمد الشناوي مظبوط؟ العصوب بيقطع، بس انا لو اتكلمت عن اللاعبين في اربع لعيبه انضموا النهارده لباقي البعثه، ديانج موجود في التمرين الامامي، ازارو، معلول، جيلاردو، يعني الاربعه موجودين امامي الان في التمرين. فخلاص يعني الاهلي اكتمل القوه الضربه بتاعته، يمكن مستر فايلر يمكن اول مره يشوف الاربعه في عرض الملعب امامه، ولكن طبعا تعرف عليهم من خلال الفيديوهات اللي اتفرجها على لاعبي النادي الاهلي، لكن اطمنك ان كل لاعبي النادي الاهلي متواجدين امامي الان في الملعب، يمكن بيجروا التمارين بالكره عشان يشوفوا الملعب حالته ايه، ولكن يعني انا لحد ما شايف الملعب مقبول يعني، بس نوع من كده اللي غريب شويه. فربنا باذن الله يعني يمكن تعودوا على النهارده، تمرين النهارده تمرين بكره باذن الله، تقدروا تعودوا ان يوم السبت باذن الله يكون القصه بالنسبه لهم اسهل. انا شايف برضه يمكن خرج من التمرين وبدا يعمل لف حوالين الملعب كده، هو فيبدو انه موجد من رحله الطيران ان هو جه النهارده الساعه 12 او 1 بالتحديد، 1 الظهر. باذن الله يكون يلحق المباراه، بس هو غالبا هو انا افضله النهارده يعمل احماءات عشان خاطر ما يتمرنش، عشان خاطر برضه رحله الصور، رحله السفر، ويمكن بنضم له كمان امامه دلوقتي امان كمان ازارو. يعني الرباعي الاجنبي تدريبات استشفائيه.
كلهم يعني في التمرين معروف في التمرين. لكن الاثنين بيجروا احماءات، فممكن يكون الجهاز الفني خاف عليهم او الجهاز الطبي بالتحديد خاف عليهم، فحط يريحهم النهارده من تمرين النهارده. هيبقى كلها تمارين استشفائيه زي ما بتقول. الشناوي في التمرين بشكل طبيعي بيستمر في المشاركه. اللي هي مين؟ الشناوي، محمد الشناوي حارس الاهلي. الثلاث حراس علينا في الملعب اهوت تمرينه قويه. الشناوي، شريف، لطفي، ما شاء الله الحمد لله انت بتخسر ثلاثه جاهزين. الشناوي باذن الله باذن الله باذن الله جاهز بكل قوه لمباراه يوم السبت باذن الله. برنامج الفريق غدا يا شريف هيكون عباره عن ايه؟ الساعه 8:30 اللي هيبقى الفطار بكره باذن الله، الغدا الساعه 1 الظهر، الساعه 5 هيكون التمرين، بعد كده العشر ساعه 7:30 هو خط برنامج النهارده، هو برنامج بكره باذن الله. يعني الامور تمشي زي ما الجهاز الاداري حاط الجدول، وهنا النادي الاهلي بينفذ الجدول. كان امبارح قايلين الصبح 8 الصبح الفطار تلاقي الساعه 8 الاربع مثلا موجودين، والغدا واحده تلاقي واحده الاربع واحده ست موجودين قبل ما يخش القاعه. نظام شكل النادي، شكل الملابس مع الفرقه كلها الواحده، النادي الاهلي عودنا على النظام، فالنظام هنا في كل حاجه ما فيش حد بيدخل على النظام خالص، فبجد حاجه مشرفه. يمكن كمان كمان حريص الاستاذ طارق قنديل وسفير مصر اللي موجودين في التمرينات يمكن يتابعوا تمرينات النادي الاهلي باذن الله، كلها اجواء باذن الله بتساعد باذن الله باذن الله على الفوز يوم السبت باذن الله على فريق كان سبورت بطل هني باذن الله. يا رب ان شاء الله. يا شريف انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا مع زميلنا العزيز شريف شعبان من غينيا الاستوائيه.